عصام الحمد لله. عم ازيك يا عم الحاج؟ ربنا يخليك يا عصام. ازيك يا عم الحاج؟ منور الشاشة والله العظيم. اللهم صل على النبي عليك. اتفضل. عامل ايه؟ عامل ايه يا عم الحاج؟ في نعمة والله. دلوقتي انا في حيرة يا عم الحاج. لا سلامتك. دلوقتي انا عندي محل، طبعا ايام الثورة دي كلنا تعبنا قوي، وكلنا كنا بنصرف من قلب الحي وكده، والامل في بكرة ربنا طول ما في، طول ما احنا معانا ربنا في امل. الله يفتح عليك، انا عايز كده. المهم دلوقتي اتصلت بالدكتور احمد عمر هاشم سليم، قلت له اسمعني طيب عشان انا مش سامعك بالتليفون. اتصلت بالدكتور احمد عمر هاشم بالنسبه للقروض. قلت له يا دكتور دلوقتي احنا كلام ربنا بيقول على القروض ده حرام، واحنا مش لاقيين حل. واحد زي حالاتي عندي 4 عرايس، في منهم 2 هيتجهزوا السنه دي، فاعمل ايه؟ فعاوز مش عارف اعمل ايه ومحل فيدي. قال لي ممكن تاخد كارد لو للضروره القصوى. مش عارف اصدق دكتور احمد عمر هاشم ولا اصدق كلام ربنا ولا اعمل ايه في اللي في واحد زي حالاتي يعمل ايه. هو ما هو قال لك كلام زي الفل، هو قال لك كلام علمي 100% صحيح عند الضروره القصوى. لا قال لك بناتك ولا سيب بناتك. هتسالني انا هقول لك الضروره القصوى مش تجويز بناتك ابدا، يقعدوا ان شاء الله معانهم يتجوزوا، ولا تجيب قرض ولا تجيب طبق الا اذا كنت من واسع، ويقعدوا. والعريش المستعجل يجيب لها الطبق ويجيب لها الثلاجه، يا اما هو عايز مستني ثلاجه يشرب فيها يبقى ده شحات يغور بعيد عننا. لكن كلام الاستاذ دكتور احمد عمر هاشم لا تعقيب عليه، ابو العلم، وقال في الضروره القصوى، وانا بقول في الضروره القصوى. تصدق مين ولا مين هتحير نفسك ليه بس؟ عصام يا عصام، احنا قلنا احلى كلام ان احنا في ازمه بسبب الشوره. خلاص هتعدي الشوره ان شاء الله، وعدت وهتعدي وهتيجي ايام جميله ما دام في بني ادم محترم عنده خطه وعنده حماس وعنده حب لبلده. واحنا حواليه مش عايزين غير كده، معادله مش عسيره قوي، يبقى ما فيش ياس المستقبل. وجوازي مش بالبنات ولا الصبيان حتى ضرورة يا أخي. نشيل الثقافة الورست دي من حياتنا يا أخي. احنا بنجوزهم عشان يفشلوا يا أخي. جواز إيه وزفت إيه يا وزفت إيه؟ وأقولها برضو الرابع مرة، وزفت إيه إذا كان بالطريقة دي؟ جواز إيه؟ ده احنا لو مسلمين هنلاقي واحد بيشتغل ويتجوز بعشرة جنيه، اسمها كده نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هدية أو واجب حتى، أو واجب حد خلاص. ويجوز الجواز من غير سدوكة، يعني من غير مهر نهائي. وواحد محترم عنده سرير ودلاب بس بيكسب يقدر يحقق بيت كريم. إنما إحنا ما بنجيبش سرير ودلاب، نجيب الأود واللتقم اللي مش هنتهنى بيها. الإسلام ما يعرفش الأود، وسالينا الانتريه والنيش اللي قاعد زي الكابوس زي اللاتة والعزة، شايل الصواني والصيني لما يجي ضيوف، واللي جابوه طرشوا الدم فيه ما بياكلوش منه. عشان كده انا من زمان زعلان من النيش. النيش اللي افرح بيه ولا بتاعه واجيب الطبق الحلو والبراد بتاع الشاي اللي بيزغل العين ده اللي عمري ما شربت منه، عمري. الا من البراد على الكوبايه على طول، كاني في غرزه واخد كوبايه شاي وهسوق اللوري. هو مسلمين فرش على الارض، على الارض، وبعدين يجي السرير بعدين. مهم ادي بنتي لبني آدم عنده دين حكي وحكيكي، يقفل الباب وراه وهي ما تنعش هم، هيرجع لها بإذن الله، لأن ربنا ذكر الرجوع في القرآن. إن رجعك الله فإن رجعك الله وسبعة فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. على الشمال قبل الآخر بخمسة أسطر كويس. في البقرة الرجوع حلو، ما أجمل الرجوع إليه، هو حيرجع لها غير ملوث بفتنة، غير مدعي أشياء لا وجود لها في الواقع. ما يصدعش بنتي، ياخد بنتي في الحتة دي.
ويمسح على راسها بالراحه وعلى شعرها اللي انا بكوهولها سلمى هانم مبروك بالراحه كده. حلو يا بابا؟ اقول لها قوي. شايف يا بابا؟ اقول لها جميل يا عمري. ياخد دي وطبطب عليها. وانا لو فيا صحه وفيا طبعا امسح له الجزمه انا نيابه عنها. انا اللي اعمل كده، مش بتاع افلام، مش مريض نفسي. يقعد كل شويه يقول لها كاكوكو كوكوكو كوكوكو بوكوكو، ما يعرفش الشات الا عشان المعلم برع اللي بيشتغل معاه، او زي حالاتي يكلم كل الدنيا بادب وادب الا ربع ومن غير ادب زي ما هو شايف. ده مفكر، ده عبقري، يعمل كل حاجه. بس هي ما يبقى لها الصفحه على الفيس، وما تعرفش حاجه اسمها فيس، ولا تقرا هو بيكتب ايه على الفيس. هي تقرا بيكتب ايه على وشه، بيكتب ايه على كل جزئيه ببيتها، ايه من ايات السعاده. وانا بنتي اكيد هتبقى متربيه عارفه الكلام ده منذ نعومه اطفالها. مين يا اختي؟ قولي تاني، قولي بقى ايه الحلاوه دي.